طبعا احنا احد المنظمين لمعرض الكويت البحري. المعرض حقيقة برعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد بتنظيم من مؤسسة المواني. احتوى المعرض على تقريبا 4 فعاليات: الاجتماع الأول لقطاع النقل البحري العربي، الاجتماع 51 للمواني العربية لاتحاد المواني العربية، كذلك احتوى المعرض شارك فيه من أكبر الشركات العالمية، شركات في قطاع النقل، شركات في قطاع تصنيع القطع البحرية. وحقيقة هي فرصة أن يعني للاطلاع على ما يعني أحدث ما توصلت إليه صناعة النقل البحري وتبادل خبرات. والحمد لله المعرض حقق الهدف المرجو منه، شاركنا اطلعنا على كثير من الصناعات الحديثة للقطع البحرية، كثير من التطور في المواني الأخرى. 1/1/2016 يوم استلمت المؤسسة إدارة محطة شعيبة للحاويات تعاظمت الأرباح عندنا وزاد الفاليوم عندنا بالحاويات بالمحطة، فإحنا قاعد نحاول نزيد القدرة الاستيعابية للمحطة. فالمؤتمر هذا في وايد مشاركين، فاستفدنا منهم كيفية زيادة القدرة الاستيعابية بالمحطة. هذه من الإيجابيات اللي هي شفناها بالمؤتمر. أول شيء يصير تبادل بالمعلومات، يعني الخبرات الموجودة بالدول الأوروبية المتطورة بإدارة الموانئ، ففي فكرة أنه يكون تواصل عن طريق الإنترنت، عن طريق المحادثات التليفونية، أن نستفيد من خبراتهم بدل أن إحنا نروح ندز وفود وهالأمور هذه. ففي صير اتصال ما بين الموانئ العالمية للاستفادة منها حق الانفايرمنت وحق تطوير الموانئ بالمعدات بوايد أمور، وأكثر شيء ركزوا عليه هي الانفايرمنت. ما شاء الله من يوم ما وصلنا لليوم ودائما في تبادل خبرات ما بين المختصين، الحضور كان جيد حقيقة، الخبرات اللي موجودة كانت متميزة. اليوم الواحد اطلع ايش اللي موجود في الاساليب الحديثة في إدارة النقل البحري وإدارة المواني وإلى آخره. وطبعا انت عارف المرحلة دي تنافسية وتطلب التنسيق وتطلب تبادل الخبرات. احنا في مواني عندنا الإمكانية في ميناء جدة الإسلام على سبيل المثال، البنية التحتية والتجهيزات والمرافق متخصصة ومتنوعة لاستقبال كبرى سفن في العالم. طبعا مؤتمر مثل هذا له أثر كبير في التعرف على الخبرات العالمية وكذلك في هذا في مجال النقل البحري وفي مجال النقل بشكل عام. وجودنا هنا لهدفين: حضور الاجتماع بحكم أن دولة الإمارات عضو في اتحاد المواني البحرية العربية، والسبب الثاني اللي هو حضور الندوات والمعرض المصاحب للمؤتمر البحري الأول التي تقيمه دولة الكويت هنا. Short courses mostly, but the Australian College offers diploma courses and degree courses in cooperation with universities in Australia. In some cases there is, yes, there are scholarships where Kuwaitis go to Australia. Yeah. These conferences are very interesting for us because it's the first time we are here in Kuwait. And this has been a very good experience just to share information, knowledge. And it's very nice to see the environment is very important for you, the impact of the terminals, of the ports on the environment. The importance of this conference is I think we network with a lot of companies in the GCC, including Kuwait. We have made a lot of contacts and hopefully, inshallah, we get some business going between Kuwait and us, which we had a few years ago, so we want to revive this again. I think the marine industry is very receptive. We need to get everybody into the marine industry.